خميس 17 غادي جوج قلت ليك نا نقصوا العريس وشني تو عاود في الواحد يعشني مسترجين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بعد علينا الشواطين بركة سدي بكرين بطول واش بيك وراك تعيط لاباس حد فيش خاين لاباس ما جالك شيء يا ولدي سي واش تجرالي الفهم واش تجرالي اكثر من ما خذتي في اختك خميسة واش بيك تعيط الله لا شويه فيك خويا الله يا ولدي سي بدك تفوز مرتك جاي من الحج ودي زيد الفوليزيل ما عندهاش زروز هادي حل مخك قداش باش نقعد لك انا اقعد 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 نحكي لك لا يا سيدي وانا قعدنا السيدي بن سيدي انا راقد هكا وفي خطيط النوم قولي اي وهكا عينيها مغامضه ونسمع في تحاسويل وراي الناس لفتنا قام جوك جوني؟ ها مين اللي جوني؟ الميليشيات ها الميليشيات كايتي 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 الميليشيات سايبوا المظاهرات والاعتصامات والاجتماعات وجوني هنا عاودتي لواشي هادي شا صلاليط شا عصي اش سكاكين اش سواطير اش مقرم بالستاش بالرش والله يا بيش الشعرة وبلا قرقع وهالك هنا بين النواظر هاو الفيل هاو الفيل عصباحك يا ربي سيدي بن سيدي لكم التفاصيل نا هكا واقف وانت واقف بعدي وانت وين واقف؟ نا انا عندي واقف واني واقف بعدي الحاصل الزوز واقفين وجيش زنس ميليش ذكر هكا ومداني بستلي برش ودارهولك لنا هكا عندك انت لك انت ماني مزاور هكا وخفيف ومش قولك هك ونعملتك كيفاش عملت؟ عملتك فقت من النوم حال والله راك الله اكبر اما كنت عندك الزهر برا برا ارقد مش يرقد الفهم؟ ها يرقد عليك حيط ان شاء الله لا مش ترجي ربي الصباح ها وجيتها ما نرقدوش والله ماني فاهمنا كان واحد عمل هكا يعمل هكا كان عمل هكا يعمل هكا كان فايق يجي الحاكم كان يرقد جي الميليشيا لما كنت نال فاهم ما ندراك مش نرقد لهم عين مغمضه وعين مسكره هكا عين هكا وعين باي 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 وكل ضربت روحي بكعبه لا تقل لا تكتب